أسدلت ستار عن فعالية الدورة العاشرة لمهرجان تفرانت ومهرجان العلوي الوطني 16 بجامعة دبدو بإقليم توريرت المغربية تحت شعار التنوع الثقافي كضمان للوحدة الوطنية وتكريس الاستثناء المغربي. المهرجان نظمته جمعية عين إشبيلية للفنون الشعبية على مدى 3 أيام بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودعم من وزارة الثقافة المغربية ووكالة جهة الشرق. وشهد المهرجان تقديم فقرات موسيقية وعروض فنية تراثية من قبيل أحدوث والعلوي ومجموعات من الفروق الفنية المحلية، فضلا عن ندوات فكرية. أمازيغي نادي توسن دي تزوري ثمازيغ نادي وشين يقول دي تزوري ثمازيغ. ويساهم المهرجان في تشجيع الإبداع الفني في المنطقة وخلق أنشطات فنية وترفيهية لساكنة المدينة والإقليم والمساهمة في نشر ثقافة التسامح والتعايش. هذا الكتاب الكبير. وفي إطار فعالية المهرجان نظمت جمعية عين إشبيلية ندوة تحت عنوان الثورات الأمازيغي أحدوث بالأطلس وتاريخ اليهود بالمنطقة في القرن 18 و19. الندوة حضرها عبد العلي الرحماني رئيس جمعية موشي بن ميمون للتراث اليهودي وثقافة السلام. من جهته قام رئيس جمعية موشي بن ميمون رفقة علي حمدوي رئيس جمعية إشبيلية بزيارة للمعالم التاريخية ولأحياء المدينة وبعض المنازل في الملاحة التي تعود للعائلة اليهودية المغربية في مدينة دبدو. بدعوة رسمية من جمعية عين إشبيلية قامت جمعية موشي بن ميمون للتراث اليهودي وثقافة السلام بزيارة دبدو في إطار المهرجان الخاص بهذه الجمعية، حيث قمنا بزيارة عدة أماكن مختلفة للتعرف على الآثار اليهودية والتاريخ اليهودي في دبدو، بحيث زرنا الملاح حيث اكتشفنا المنازل القديمة للملاح، وكذلك قمنا بزيارة للمعابد اليهودية للعائلات اليهودية الموجودة في دبدو، حيث اكتشفنا الآثار داخل هذه المعابد. زيادة على ذلك قمنا بزيارة بعض الأماكن المقدسة داخل الملاح مثل الحمام ميكفي، حيث وجدنا أشياء جميلة هناك وتاريخية. وفي نفس الوقت اطلعنا على الإصلاحات التي تشهدها منطقة الملاح تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين وتحت المراقبة الفعلية للسيد أندري أزولاي، حيث فرحنا جدا بهذه الإصلاحات التي تهم الملاح من معابد يهودية ومن حمامات يهودية ومنازل لعائلات يهودية.